والله العظيم في الحالتين بيعيطوا، سواء خسر او كسب بيعيطوا، ودموع الفرحه اغلى دموع في الدنيا. علشان كده معانا النهارده على تطبيق زوم مداخله مع الدكتوره امان البحيري، ام البطل، ام البطل وصانعه البطل طبعا، مع والد الدكتور سيد سامي صاحب طبعا محمد بطلنا محمد السيد صاحب برونزيه باريس. دكتوره ازاي حضرتك؟ دكتوره اماني معايا؟ سامعاني؟ سامعاني يا دكتوره؟ احنا لسه الصوت مش واصل يا شباب. دكتوره اماني؟ ايوه انا سامع حضرتك كويس جدا. سامعاني كده دكتوره؟ الف 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 مبروك، مصر كلها بتبارك لك. بارك حضرتك، مبروك لمصر كلها، الف مبروك ليك. انا عايز بس قبل اي حاجه مش هقول لك من اول الماتشات، الماتش الاخير ده كنت عامله ايه في يعني اعصابك كانت عامله ازاي؟ دي كان هيقف خلاص كلنا. اللمسه الاولانيه لمحمد دي كانت لمسه صحيحه 100%. تمام. بس وارد بيحصل كده، ووارد يعني اللعيبه بتتعرض لمواقف زي دي كتير، واحنا واجبنا بقى ان احنا دايما بنقول لهم يعني لازم يبقى في ثبات انفعالي، ولازم تستعيد تركيزك بسرعه عشان ما تخرجش بره الماتش. تمام. بس استاذن حضرتك ممكن بس صوت التلفزيون شويه علشان او في حاجه في دوشه كده، عشان مصر كلها عايزه تسمعك دلوقتي، مصر كلها عايزه تاخد التجربه، مصر كلها عايزه النصيحه النهارده، وعايزه الفرحه كمان معانا دكتوره والله. طبعا طبعا. حضرتك اتكلمت عن الثبات الانفعالي، الجزء الاهم اللي انا بعتبره الاهم في الرياضه، وخصوصا الرياضات النزاليه، رياضات النزال. امبارح محمد انا كتبت عنه حتى على صفحتي ثبات انفعالي على اعلى مستوى، محمد الفيس لانجوج والبادي لانجوج بتاعه لحد اخر نقطه مسيطر على نفسه كويس جدا، فاكيد في تدريب منتال، تدريب نفسي على الموضوع ده، مظبوط؟ طبعا. هو في محمد ليه فريق عمل كامل، في دكاتره متخصصين للمنتال، في دكاتره للتغذيه، في معد احمال، في دكاتره عشان الاصابات اللي بيتعرض لها محمد، في فريق عمل كامل يعني. ده اكيد. وعايز بس اتكلم في حاجه بقى دكتوره، بعيدا عن يعني يعني محمد واخوه هم صغيرين، حضرتك دكتوره في كليه التربيه الرياضيه مظبوط؟ عندي ثلاث ولاد وبنوت. تمام. كلهم بيلعبوا سلاح؟ الاربعه في منتخب مصر السلاح. ما شاء الله. اي بي برضو كلهم ولا في حد بيلعب صبر او خلي بالك دي مشكله، لانه بيقابلوا بعض كتير جدا في البطولات. يا سلام. طب حلو، بتعملي ايه بقى لما يتقابلوا مع بعض؟ ببقى بتقطع طبعا. لا بس والله يعني الفكره كمان في ان انا عندي اكتر من حد بيلعب نفس الرياضه، اعباء الاسره مع عمل الاب والام، هم في المجال بس مهما كان في وقت شغل، في وقت محاضرات، في امتحانات، مين اللي كان بيودي التدريب، مين بيجيب، مين اللي كان بيتعب، مين اللي كان بيذاكر، عايزين نعرف التفاصيل ده دكتوره. انا يعني كنت الجزء بتاعي المذاكره والتغذيه والنوم والاعداد النفسي والجزء بتاع يعني الثبات الانفعالي ده، دي حاجات دي بقى انا ببقى مسؤوله عنها. تمام. الاستاذ سيد مسؤول عن الناحيه الفنيه من اي تو زد. كويس جدا. يعني انا حاسس كده دكتوره ان الموضوع كان ماشي مع الولاد وخصوصا محمد، الموضوع ماشي علمي بحت. انا عايزه بس اقول لحضرتك برضو ان محمد ليه اخ كبير، يعني هو نموذج ليه برضو. طبعا. احمد الزايد بطل كبير طبعا طبعا. احمد الكبير وهو بالنسبه له يعني احمد ده نموذج بالنسبه له، وعاوز يعمل دايما زيه، حتى لما احمد التحق بكليه هندسه في امريكا في وين ستيت، هو محمد برضو كان حريص ان هو برضو يلتحق بجامعه في امريكا زي احمد. يعني ده ومحمود برضو في منتخب تحت 20 سنه، وجاب ميداليات برضو كتير، بطولات عالم كتير، فرق مظبوط. يعني حتى كانوا يعني في العالم كله مسمينه الفريق الذهبي يعني. ما شاء الله، ربنا يحفظهم. ربنا يحفظهم. هو معاهم محمود، امين يا رب. محمود معاهم في فريق ان شاء الله يلعب الفرق، وربنا يكرمهم.
احمد بقى هو اللي قبل البطوله ببطولتين كده ما توفقش في البطولتين فرانكو نزل شويه فعشان كده ما تفقش. ان شاء الله يوفق في القادم. بس برضه امين يا رب. ان شاء الله وربنا يحفظهم لك ويبارك لك فيهم ويبعد عنهم اي حاجه وحشه، ابطال وبيفرحونا. وبمناسبه الفرق، شايفه الفرق ازاي وشايفه المنافسه في الفرق هتكون ازاي يا دكتوره؟ هما هيلعبوا اول ماتش مع فرنسا وده صعب جدا. ماتش صعب، وزي ما حضرتك شفت الماتش بتاع كوريل ده محمد لعبه قبل كده. يعني كوريل طبعا لعبه في طوكيو قبل كده ومحمد طلعه في دور 32. ولعبه في بطوله في كولومبيا في جايزه كبرى في كولومبيا ومحمد برضو كسبه وجاب ميداليه في كولومبيا. مظبوط. لكن طبعا بقى ان هو لعب على ارضه في وسط جمهوره ده كان ليه عامل كبير جدا. الجمهور الفرنسي كان مالي الصاله، ما كانش فيه مكان تقريبا، يعني كرسي فاضي، جايين داعمين بشكل كبير طبعا حقهم يعني ده. ولكن محمد بصراحه عمل مباراه هايله، يعني هو بعيدا عن انه خسر المباراه كان عمل مباراه هايله. وعايز اتكلم عن محمد كشخص، محمد شخص. بس انا هرجع لموضوع الفرق، ان شاء الله ما فيش حاجه مستحيله. ان شاء الله طبعا ان شاء الله هيكفوا وان شاء الله يكسبوا. احنا مراهنين على ابطالنا في المبارزه من طوكيو اللي فات، والله كنت براهن عليهم في كل حلقه، اقول دول اللي جايين اصبروا عليهم، باريس ولوس انجلوس شوفوا هيعملوا ايه. وادي البدايه، محمد كده ما شاء الله فتح الباب للباقي ان شاء الله. طيب دكتوره، محمد كشخص، هل هو شخص عنيد بيسمع كلام؟ تمام، بيسمع الكلام جدا و بيحب يدي كل حاجه حقها، يعني علاقته بربنا لازم على اكمل وجه، يعني على قد ما يقدر، علاقته باخواته، علاقته بباباه ومامته، علاقته بمدربه، يعني الحمد لله، علاقته باخته الدلوعه بتاعته طبعا. فيعني بيحب علاقته بتيتا قرايبه، يعني هو بيحب الحاجات دي وعارف ان ده برضو تمام. يعني حاجه بتدعمه نفسيا ان هو يكمل. طبعا طبعا. طيب كل واحد فينا بعيدا عن الرياضه ليه بقى اهتمامات تانية، احنا لازم نعرف منك اسرار شويه يا محمد، يعني الحاجات اللي ما حدش يعرفها. تمام، ايه الحاجات اللي غير الرياضه هو مهتم بيها او بيحبها او بيحب يعملها غير المبارزه؟ لان ال 24 ساعه مش سلاح. صح؟ سلاح، بس هم برضو يعني اغلب الوقت بيكون سلاح. بس هو بيحب يلعب شطرنج جدا، انا للاسف انا اللي علمته الموضوع ده. كويس، وهو بقى يعني برافو. لا والله يا دكتوره، ما حضرتك عارفه ان في لعبه تخدم على لعبه. ده الشطرنج ده اكتر حاجه تعطي ثبات انفعالي ويعني تركيز وتفكير منطقي، وده اللي انا والله بجد، انا محمد انا فعلا لما بشوف الماتش ده الكلوز، ما شاء الله الولد عنده ضبط نفس وثبات انفعالي، انا اول مره اشوفه في لعب سلاح. تعالى نتكلم بصراحه، الحمد لله. وبرغم الاصابه اللي كانت في ايده اللي ما حدش اتكلم عنها، محمد كانت ايده مصابه. هو اتصاب في المعسكر، يعني اتخبط، مش اصابه، اتخبط ويعني عمل اشعه واشتغل على الاصابه دي والحمد لله. يعني بقى الحمد لله، والله فرحنا وفرح مصر كلها. واول زي ما قلت اول ميداليه في تاريخ مصر في الاي بي او في تخصص الاي بي، طبعا بعد ميداليه علاء ابو القاسم في الشيش. يعني احنا دلوقتي عندنا ميداليتين، واحده في الشيش وواحده في الاي بي. اول واحد كان علاء ابو القاسم في الشيش، ومحمد السيد بطلنا هو يعني اول واحد في الاي بي، وكده ميداليتين لمصر في المبارزه. دكتور اماني بشكر حضرتك جدا، ومصر كلها عايزة تسمع منك كلمة كده لمحمد وهو هناك. أنا فخورة بيك قوي يا محمد، وأنت تعبت جامد جدا، تعبت وصبرت جامد، والحمد لله كرم ربنا كبير يا حبيبي. الحمد لله، ومبروك يا دكتورة ومبروك لمصر كلها. بشكرك جدا دكتورة أمان البحيري، والدة البطل الكبير محمد السيد اللي فتح كتاب التاريخ للمبارزة المصرية.